قبل منامي مر ببالي وحي سؤال، لو أن لعمري ميزانا ما المكيال؟ أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست هذوك عن ضروري أنا ضروري كنت الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترى. وين كنت شو لازم؟ ها؟ لك حل. إيه. هذا. هذاك بقرون. آه. أيوة. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب. فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار جولة قهوة في الخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ارتأت الجمعية في برنامجها المسطر أنها يعني تزور ولاية عين دفلة، وهذا بالتنسيق مع جمعية البسمة بحضور رئيسها أكيد رئيسها خويا محمد وجمعية قهوة في الخير عبد الكريم وفؤاد وخويا نور الدين. يعني نشكر جميع الأعضاء اللي راهم على قدم وساق باش تنجح هاد كيما نقول لك توزيع باش ادخال، يعني الغار تاعو هو ادخال الفرحه والابتسامه على اليتيم والارمله. وهذا كنا يعني هاد البرنامج كان مسطر في كل يعني في بعض الولايات اللي راهي دايتهم جمعيه قهوه في الخير العاصمه، اللي راهي كيما نقول لك تسعى باش تدخل الفرحه والابتسامه على اليتيم والارمله. نشكر قناة الهوغار على هذه التغطية، ونشكر المحسنين اللي كانوا يعني دائما في الموعد يعاونونا ويقوموا بهذا العمل الخيري خاصة في أيام 10 ذي الحجة. بارك الله فيكم، نقول لكم صحة عيدكم وعيدكم مبارك، وبارك الله فيكم وشكرا. وعودت عائلاتنا في مدينة عين دفلة خاصة الأرامل جمعية قوافي الخير تحط رحالها بمدينة عين دفلة في ضيافة أهل عين دفلة، وبالضبط في ضيافة الجمعية الخيرية البسمة. بهذه المناسبة غامرتنا نحن الفرحة قبل عائلاتنا قبل أراملنا، لأن الفرحة تاعهم من فرحتنا. ستشاهدون اليوم معنا من خلال هذه الجولة الاستطلاعية حالات للعائلات وما تعانيه، أيضا حالات الفرحة التي إن شاء الله كما عودتنا قوافي الخير راح تزرع البسمة والفرحة في قلوب هذه الأيتام الصغار، للكثير منهم عندهم مدة ما عيدوش ما شافوش كبش العيد. اليوم إن شاء الله بربي راح تكون مفاجأة سارة لهم إن شاء الله. من هذا المنبر نشكر قوافي الخير، نشكر قناة الهوغار، وبطبيعة الحال المحسنين اللي لهم الفضل بعد ربي سبحانه وتعالى في أن تزرع هذه البسمة وهذه الفرحة، وخاصة في أيتام وأرامل ولاية عين الدفلة. شعار جمعية قوافل الخير اللي هي القوافل، اليوم رانا حطينا الرحال في ولاية عين الدفلة في إطار القوافل. طبعا هذا كله من أجل إسعاد وإدخال الفرحة في أمهات الأيتام، وهذا هو الهدف تاعنا. طبعا من هذا المنبر نشكر المحسنين اللي هم اللبنة الأساسية وهم الصح يعني في العمل الخيري، ونقول لهم باللي يشوفوا ربنا نروحوا
بالمساهمه تاعكم واموالكم، انا نروحوا نساعدوا الايتام والارامل باش نكونوا ان شاء الله باذن الله رفقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنه. بارك الله فيكم بصحة عيدكم، والشكر الجزيل لقناه الهجار والجمعيه البسمه اللي استضافتنا عندها خير ضيافه، بارك الله فيكم وشكرا. صحيت يا رب يعطيكم صحتكم لميتونا الفرحة في قلوبنا، صحيت يا رب يجيب لكم صحتكم، رب يعطيكم صحتكم. نشكر أعضاء البسمة وأعضاء قوافل الخير اللي زرعونا البسمة في قلوبنا ومنهم صحيت، والمحسنين اللي تبرعونا بالكباشات ونقولهم صحيت وربي يعطيكم صحتكم. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا أعمارنا، أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا، أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا أعمارنا، أعمالنا وبها سمت أسماؤنا. نشكر جمعية قوافل الخير وجمعية البسمة وجميع المحسنين، وراني فرحان بزاف بزاف. نشكر الجميع وكاع الأعضاء، نشكركم بزاف بزاف وصحيتي، نشكركم كيف فرحتونا وفرحتوا جميع المحتاجين. بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين، لا تسأل الأيام متى أبدأ بالتغيير، الآن الآن فخير الوقت الآن يحين، بادر واستبق الخير ستسعد فاك يقين.
نورتونا ومرحبا بكم، راكم مضيف عندنا ولنا حاسين حنا رانا ضيف عندكم ثاني. شنو نقول لكم الدراري راهم فرحانين بزاف. محمد كان يقرا على الكبش، ها هو جا الكبش. واش نقول لكم اليوم الجمعة، اليوم العيد، يوم الجمعة شعلت لنا شمعة، شفنا الدنيا لامعة. صحيتو يا الغاليين يا الحنان، أقوياء بالصدق والإيمان والإحسان والحب والحنان، يا آباء الأيتام جمعتوا شملنا، جمع شملنا معاكم. رانا فرحانين، الفرحة تاعنا ما تتوصفش. ندعو لخاوتنا المحسنين الحاضرين والغايبين، ندعو لهم مقلوبنا، ربي إن شاء الله ينور عليهم ويسر لهم، يسر لهم في هذه الدنيا جميع أمورهم، يسهل لهم جميع أمورهم إن شاء الله، والأجر العظيم إن شاء الله في الجنة إن شاء الله. هذه سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة كان في هذا الشهر أو في نهار العيد كان حاز إنه مكروب، كان رايح يضحي بولده إسماعيل، كان صابر لقضى الله بما ابتلاه. واليوم العكس، الحمد لله راهم ذراري فرحانين، ما همش حازنين ولا مكروبين، الحمد لله. وصحيتو ألف ألف شكر وألف مرحبا. واش الهدرة اللي نجي نقولها كشغل، والله العظيم كلمات لا توصف. اللي نجو نهدروها راهي واصلة عند ربي، اللي نجو نهدروها واللي نقولوها قليل، ونزيد نعاود لخاوتنا المحسنين في قلوبنا إن شاء الله. راكم في قلوبنا، نحبكم واحد الحب عظيم، اللي ما شفناكمش واللي ما نعرفوكمش، نحبكم واحد الحب عظيم واحد القدر عظيم في قلوبنا. دعينا لكم، دعينا لكم في الكعبة وفي بيت ربي في الصفا والمروة، خوتي الحاضرين اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش قاعد دعيت لهم، دعيت لهم عند الكعبة ودعيت لهم في الصفا والمروة، وما نسيتهمش وما نساهمش، إن شاء الله نتلاقاو في الجنة يا ربي. نامي مر ببالي وحي سؤال، لو أن لعمري ميزانا ما المكيال. اللهم ربي رب العرش العظيم، اللهم ربي أتذرع إليك وأتوسل إليك، اللهم ربي أدعوك في كل لحظة وفي كل صلاة. اللهم ربي يسر أمور إخواننا الصاهرون، جمعية قوافي الخير كبير وصغير، وجمعية البسمة بعيد وقريب، جنود، أنا نسميكم شموع قوافي الخير، جنود البسمة ما متلمين، إن شاء الله ربي يزيد يلم شملكم وربي يزيد يوحدكم إن شاء الله. اللهم ربي يسر لكم أموركم في الدنيا إن شاء الله. اللهم ربي زيدكم من في الرزق إن شاء الله. اللهم ربي يعطيكم الصحة، صحة الأبدان إن شاء الله. اللهم ربي يعطيكم الذرية الصالحة إن شاء الله. اللهم ربي يفرج كربكم. Thank you.
صحيتو. كامل المحسنين اللي وقفوا معانا وجابونا هذه الكبش، فرحوا خاوتي الصغار، فرحونا بالحق كامل. صحيتو هاو بيد عمي منا راه يبكي، صحيتو والله غير فرحتهم كامل. نقول لكم ربي يبارك فيكم ان شاء الله، الله يكثر من فيكم، وان شاء الله كامل اللي يشوفوا جمعية كما هكا يعاونوكم باللي قدروا عليهم إن شاء الله يا ربي. والله غير فرحتونا كأنما جبتوا لي ليا، كأنما كان ما على باليش أنا. المهم الإسلام ويحيى بوتفليقة، ويحيى كاع الشعب، ويحيى كاع العرب، ويحيى الإسلام كاع، ويحيى الأمة الإسلامية كاع جمعة، يحيى الإسلام. نحن أنا مع محمد رسول الله. يعطيكم خير، إن شاء الله تروحوا الجنة. صحيتو وربي يحفظكم، وكيما زهيتي ولادي الله يزهيكم في الجنة إن شاء الله، وربي يحفظكم ويخليكم لولادكم ولميماتكم، يا ربي يا ربي يسترهم، وكيما استرتونا وكيما حفظتونا وكيما رزقتونا الله يرزقكم. انا راني فرحانه كي جبتوا لي الكبش، راني زاهيه فرحانه لوليداتي كي فرحت ولادي كلني فرحتوني انا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه هي العائله الخامسه اللي قاوة في الخير يعني تزورها مع بالتنسيق مع جمعيه بسمه، وهذه الفرحه وهذه الابتسامه. هاكو تشوفوا هنا ايتام، راهم خمس ايتام كيفاش راهم، يعني احنا كي زياره تاعنا يعني جينا وشفنا طلع عليهم، دخلنا لهم هذيك الفرحه، جبنا لهم كبش. ان شاء الله ندعو ان شاء الله لجميع المحسنين يعني بالتوفيق، ونقولوا ان شاء الله ربي يبارك لكم في مالكم وفي صحتكم، وجمعيه قوافي كذلك نقولوا ان شاء الله ربي يحفظهم ويبارك لهم في الصحه والعافيه. وما نساوش جمعيه البسمه اللي راهي ثاني هي راهي معانا في العمل الخيري دائما ودوما، وهذا لادخال الفرحه والابتسامه على جميع الايتام وارامل عندفنا. بارك الله فيكم ونقول لكم صحه عيدكم، وبارك الله فيكم مره اخرى وشكرا. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور، فأنا تطيب لنا ذي الحياة،
وفينا ضعيف الجناح انكسر، نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسم للكون أحلى الصور، فأنا تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر. بارك الله فيكم وصحيتوا لجيتوا حتى الدار. وطفل فقير طواه الأسى ينام وفي مخلتين. صحيتوا، بارك الله فيكم وشكركم على أكبتوا. سعيكم جميع قوافي الخير لرعاية الأرملة واليتيم متواجدة اليوم في عين الدفلة. نشكر كل المحسنين الذين أتاحوا لنا أن نرى هذه الفرحة في وجوه الأيتام. إن شاء الله ربي يفرحهم كما يفرحهم، إن فرحتهم جنة. أنا نقول لكل المحسنين ربي يجازيكم من الشرق إلى الغرب جنوب شمال، كامل اللي عاونونا إن شاء الله كما أسعدتموهم ربي يسعدكم في الدنيا والآخرة إن شاء الله. والله لا دعيت رمنا كامل وانا ندعي لهم، والله العظيم في صلاتي ندعي لهم، ما قالك ما نسيت حتى جمعيه وما نسيت حتى بالاسم، والله غير بالاسم ندعي لهم وما يوميا ندعي لهم، والله ما كان النهار اللي نسيتهم، من الاعضاء من الرؤساء من جميع الجمعيات ماشي غير اللي خاصين بيا انا، ان شاء الله ربي يجازيهم. وحنا كما قال لك انا وحده من الناس نتمنى ان شاء الله ربي يفتح عليا ويرسموني في خدمتي نولي انا محسنه مانيش ان شاء الله ينشد ان شاء الله يا ربي. تجمعنا على خير وبسمانا رفرف الطير وبسمانا رفرف الطير. تجمعنا على خير وبسمانا رفرف الطير وبسمانا مرت أيام وسنين بشوقها ومر الحنين بشوقها ومر الحنين، وانتو باقي في وفاكم ما تغيرتوا علينا ما تغيرتوا علينا ما تغيرتوا علينا. ظنيت انكم نسيتوا ولا بالدنيا التهيتوا، بس انا خابت ظنوني يوم جيتوا والتقيت. والله العز هذا تعجبك هذا هاي تفضل هذا هاي ها ورا انا شفت كذا خاوني خالتك يا خالي على كل واحد ها ثلاثه في واحد يلا بسم الله مرت أيام وسنين شوقها ومر الحنين شوقها ومر الحنين، وانتو باقي في وفاكم ما تغيرتوا علينا ما تغيرتوا علينا. تجمعنا على خير وبسمانا رفرف الطير وبسمانا رفرف الطير. ما غركم جور الزمان لا ولا بعد المكان، الوفا منكم تأصل ما نسيت وما نسينا ما نسينا ما غركم جور الزمان لا ولا بعد المكان، الوفا منكم تأصل ما نسيت وما نسينا. تجمعنا على خير وبسمانا رفرف الطير وبسمانا رفرف الطير.
شاء الله ربي يدي الجنة ويحفظه ويخليه لينا إن شاء الله يا ربي. صحيتو ربي جازيهم وصحيتو ربي جازيكم إن شاء الله. يعني فرحانة. هاني فرحان وإن شاء الله ربي يجازيكم ويطول في عمركم إن شاء الله. ربي يعطيكم ما تمنوا إن شاء الله. السلام عليكم. أول حاجة نقول لكم مرحبا بكم عندنا ونشكركم بزاف بزاف جمعية البسمة بالأخص والأيتام عامة. نقول لكم شكرا لكم لأنكم فرحتوهم ودخلتوهم من الفرحة في هذا العيد. وكاين بزاف ناس ما عيدوش، نتمنى إن شاء الله أنه يكون مبادرة أكثر وناس بزاف يعيدوا. وشكرا شكرا قوافة الخير. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد سلام الله عليكم. والله إحنا في أيام مباركة، أيام 10 ذي الحجة، يعني نحن نستقبل عيد الأضحى المبارك. يعني هو يوم يعني يفرح فيه جميع الناس، وارتأت يعني جمعية قوافي الخير أنها تكون يعني من أحد جمعيات اللي تدخل الفرحة والابتسامة على الأيتام والأرامل، هذه الفئة الهشة الفئة المحرومة. حنا نعرفوا بلي ان هذه الفئه يعني هذا اليتيم فقد الاب تاعو وهذه الارمله فقدت الزوج تاعها، بالتالي ما يكونش عندهم السند الاجتماعي، ما كاش عندهم، ما كاش المساعده، ما كاش الرعايه، ما كاش الحمايه. لهذا احنا ارتأت الجمعيه انها تزور هذه الارامل حتى البيوت تاعها وتدخلهم الفرحه والابتسامه وذلك بكبش العيد. حنا كانوا اعوام قبل ما يتوفى الاب تاعهم، كان هذا اليتيم كان قبل ما كان يتيم يعني كان عنده الاب تاعو، الاب تاعو هو اللي يفرحه ويشري له الحوايج يشري له الكبش. عند فقدان الاب تاعو ولا يتيم ولا ما كاش، يعني كان في بعض الاحيان تخنا على ايتام عندهم عامين ثلاثه اربعه حتى خمس سنين ما عيدوش، يعني ما جاهمش كبش، ما كاش اللي يشري لهم الكبش. مساكن يعني هما يسمعوا جيرانهم شراو كباش وفرحوا وعيدوا، بصح هما ما يعني يا للاسف يعني ما عيدوش. لهذا الجمعية تاعنا راهي تزور الأيتام والأرامل وتقوم بالواجب ولا دور تاع الأب اللي راهو فقد هو السند الاجتماعي. والله هي متعة، هي كيما نقول لك راحة نفسية. حنايا رانا كجمعية كأعضاء في قاو في الخير ندخلوا لهذا اليتيم وهذه الأرملة وندخلوا له الفرحة والابتسامة ونحسوا واحد الراحة واحد الأمان واحد السعادة. ونقول لجميع إخواننا المحسنين ونقول لهم لا حبيتوا تدخلوا الجنة، حبيتوا السعادة، حبيتوا الشفاء، حبيتوا الراحة النفسية، قوموا بأعمال خيرية. سيوا صدقوا، سيوا دعي ربي، سيوا هذه الفئة المحرومة على الأقل ندخلوا لهم الابتسامة، على الأقل نفرحهم بحاجة بسيطة. أنت ولا أنا ولا أي واحد يقدر يدير أي حاجة بسيطة. عاون ب10,000 ب20,000 ولا قدرت وعطاك ربي المال، عاون لي ما تقدرش تعاون بكبش، دخل الفرحة والابتسامة على اليتيم والأرملة. هاد اليتيم والأرملة يعني راح يدعوا لك راح يفرحوا. وحنا نعرفوا كما نعرف الجميع ان هناك في الكون اسمه قوانين الكون. قوانين الكون واش يقول لك؟ يعني يسموه قانون العوده. اي شيء راح تمده في الارض راح يولي لك بنفس السنت. يعني انت فرحت الانسان راح يفرحك ربي. ويقول لك الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. انت طورك تعاون هذا الانسان وتعاون هذا الفقير وهذا اليتيم وهذا الارمله، ربي حيفرحك وراح يخليك سعيد في الحياه تاعك، راح يفرحك من خلال يفتح عليك بيبانه، راح يعطيك اشياء اللي ما كنتش تتسنى فيها. لهذا نقول بلي الله في عون العبد ما دام العبد في، يعني رب السماوات والارض راح يعاون هذا الانسان اللي راهو ضعيف او فقير، انت راح تعاون هذا الانسان وربي راح يعاونك انت. ويقول ارحم ما في الارض يرحمك ما في السماء، انت كي ترحم هذا اليتيم وهذا الفقير ربي راح يعاونك. ونقول لكم في الاخير صحة عيدكم، عيدكم مبارك. في الاخير ثاني ناكدوا عليها جمعية قاو في الخير بكل اعضائها اللي راهم على قدم وساق، راهم يسيو كيفاش يتحصلوا على اضحية باش يفرحوا اليتيم والارملة. وما نساوش الجمعية اللي هي تنسق معنا كما جمعية بسمة اللي على راسها اخويا محمد، نشكرهم ونقول لهم بارك الله فيك. وما نساوش المحسنين اللي راهي تمد امولها وتصدق امولها باش نفرحوا احنا، لو كان هم ما يكونوش هما ما نقدروش نكونوا احنا. يعني حتى الفرحه ما تكونش على اليتيم والارملة طول ما كاش محسنين. نقول لهم تصدقوا وديروا الخير، لان كما نقول لك هذه ايام مباركات، الانسان يستحسن فيه القيام والصيام والصدقه. وان شاء الله ربي يخرجنا كلنا صافيين ويرضى علينا ويجعلنا من اهل الجنه. نشكر قناه الهوكار اللي راهي غطت هذه المشاريع الخيريه، هذه الخرجات الخيريه، وخلات الناس تشوف الشيء اللي يفرح، الشيء المضيء في الكون. ونقول لهم بارك الله فيكم وربي يحفظكم الله يكرمكم وشكرا بارك الله فيكم. زينوا نهار اليوم صحة عيدكم، مزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم.
اليوم. مبروك عيدنا وفرحنا, مبروك عيدنا وفرحنا, وعم على حباب جمعنا, على حباب جمعنا, ان شاء الله ربي يخلينا فرحين كل يوم, نكونوا عم اخر كل ثنا زهين كل يوم. الزين ونهار اليوم صحايدكم, ربي يعطيكم صحة. صحة عيدكم. صحة عيدكم. وصحة عيدكم لما جيتوا. صحة عيدكم. صحة عيدكم. صحة عيدكم. ومناسبة العيد أقول لكم صحة عيدكم وكل عام وأنتم بخير. قوافي الخير. صحة عيدكم. صحة عيدكم قوافي الخير. صحة عيدكم بسمة. وصحة عيد جميع الجزائريين. صحة عيدكم وصحة عيد كاع الأمة الإسلامية.